أصدقائي المشاهدين والمستمعين، منحييكم عبر صوت لبنان. بعده ملف القمح والرز عم يتفاعل، رح نحكي المستجدات بهالملف وشو عم بيصير يعني من بعد ما صار في توضيحات. هل هي التوضيحات كافية؟ رح نحكي عن هالملف مع ضيوف. أما الملف الآخر اللي رح نفتحه هو اليوم في نعطي زيادات للقطاع العام، موظفي الإدارة العامة والقطاع العام، من وين؟ من جيوب مين؟ من جيوب المواطنين؟ في أموال مع الدولة؟ كيف يعني من وين رح ياخدوا؟ هل رح تأثر اليوم على سعر صرف الدولار أم مصرف لبنان بيملك أموال وماشي الحال؟ كمان هيدا الموضوع رح اليوم نفصله مع ضيوفنا، المدير السابق للمحاسبة العامة بوزارة المالية أمين صالح، عنا النائب فريد البستاني ومعنيين بهالملف. بداية إلى القمح اليوم الموجود بالإضافة إلى الرز المسرطن، شو المستجدات؟ على الخط مباشرة عضو المرصد الشعبي المحامي علي عباس، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح الخير. طيب اليوم في توضيحات عم تطلع بشأن القمح يعني المعفن، أنه هيدا القمح معفن شوي واللي طلع من مصلحة الأبحاث الزراعية منه كتير دقيق، يعني هيدا بيمشي والقصة تكبرت أكتر من حجمها، شو الحقيقة استاذ علي بهالإطار؟ لا طبعا طبعا، نحن أول شيء بالمبدأ بلبنان بعد ما شفنا كل اللي عم نشوفه ما فينا نستبعد نهائيا انه يكون في قمح مسرطن ورز مسرطن واشياء غير قابله للاستهلاك عم تدخل على السوق اللبنانيه، وبنعرف نحن نتيجه هالامراض اللي عم نشوفها نتيجه الاشياء اللي بنشوفها بالاسواق. وش ثاني شيء بالنسبه لموضوع القمح، لانه بما انه هلا عم يطلع توضيحات، يوم مصلحه الابحاث العلميه بوزاره الزراعه عملت كشف وقالت انه هذا القمح مسوس او هذا القمح منه مستوفي للشروط الاستهلاك اللي عاده هي مفروضه في معايير لها. طبعا اليوم اللي اعترضت الشركه اللي هي مستورده هالقمح هذا، القاضي عين خبير من قبله، عين خبير واحد، وبالتالي هذا الخبير عطى تقرير بناقض ما وصلت له وزاره الزراعه. طب اليوم نحن كقاضي قبل مثلا ما بدنا نجي نحن نقول مثلا هذا معه حق ولا هذا معه حق، بس انت اليوم كقاضي هل تكتفي بتقرير خبير ما بنعرف مدى علاقته بالتاجر اللي استورد هالبضاعه، خاصه انه في معلومات انه هذا الخبير بالذات كان هو عم ياخذ العينات لوزاره الزراعه لحتى يعتبر انه مستوفي للشروط، وكانت وزاره الزراعه بتقول له انه هيدا منا مستوفي للشروط. طب اليوم كقاضي انت لك حق كقاضي عجل تنزل على الارض تاخذ لجنه خبراء وتتاكد هيدي سلامه الناس بتدق، هيدي صحه الناس بتدق، منا قصه انه نزاع فردي بين شخص وشخص، هذا يتعلق بامن قومي لبلد بكامله، ممكن نحن نلحق ضرر بناس ونسمم ناس وما بنعرف الامراض بعدين لانه ما بتبين بوقتها، هيدي امراض عم تبين بعد سنين لانه عم نستهلكها ونحن ما عارفين شو هي المواد اللي عم نستهلكها، وبالتالي في مسؤوليات بتدق. نعم. بغض النظر اذا هيدا معه حق ولا هيدا معه حق، في اجراءات بدها تتخذ لما يكون في شك على انه في شحنه من القمح مشكوك بعمره انه قابل للاستهلاك. بس اني طلعوا اللي الخبير اللي عم تحكي عنه طلع عبر الاعلام ووضح انه لا انه هيدا سليم وانه العفن شوي منا مشكله وبكل بلدان العالم بتصير. هل بكتفي برأي هذا الخبير ولا بحط لجنة خبراء تثبت من التناقض اللي موجود بين رأيه وبين مصلحة الأبحاث وزارة الزراعة؟ نحن اليوم ما عم نلعب لعبة، نحن عم نحكي على سلامة شعب بكامله، عم نحكي فوق 4000 طن من القمح بيفوت على البلد، نحن بنجي نكتفي بخبير واحد ما بنعرف يعني مدى مصداقيته 100%، يمكن يكون كثير عنده مصداقية، بس كمان في لو في شك واحد بالالف على هالمصداقيه هاي، واجبتنا نتاكد ليش في تناقض بين هالتقارير هيدي. مين لازم يتاكد؟ مين لازم يتحاسب؟ يعني اليوم القاضي اللي قرر، اليوم القاضي لما بيقول انا بدي اكتفي براي خبير واحد، هو له حق يعين لجنه خبراء حتى، وله حق حتى ينزل على الارض ويشوف بعينه هذا القمح اللي موجود. ما للاسف ويجي الحجه تبعيه القضاء انه هيئه القضايا بالدوله اللبنانيه ما قامت بواجباتها بالاعتراض على قراره ضمن المهنه القانونيه باعتبار انه قضاء العجله مهنه قصيره، وردت هيئه القضايا اعتبرت انه انا عندي روتين ما بلحق اعمل بهالمهنه لهذا الاعتراض، حنفكر استأنفوا هلا القرار. كمان نحن في عنا اهمال وفي عنا نحن كل قله مسؤوليه من كل المعنيين بهيك نوع من الملفات. اليوم يعني في استهتار بصحه الناس، يعني اليوم بعد ما توقع الواقعه نجي بنقول انه لا يا ريت نعملنا، يعني انا بقول شغلي اليوم امبارح كان في الرز المسرطن وهذا ملفه بالقضاء وثبت انه كان في موجودات للحشرات بقلب الرز. اليوم ملف القمح
طيب نحن لما مرز. قتلنا شعبنا قتلنا الشعب بتفجير مرض يمكن بثواني، اليوم عم نقتله على البطيء بهذه الطريقه اللي عم نفوت فيها هذه المواد اللي غير قابله للاستهلاك. كل دوله ما بدها شحنه بتحولها على لبنان صارت، وفي عنا تجار هون محظيين بالمظلات والحمايات السياسيه وعندهم نفوذ وقادرين يسيطروا مش بس على الاداره بالدوله اللبنانيه، قادرين حتى يسيطروا على القضاء بالدوله اللبنانيه، وقادرين يفوتوا اللي بدهم اياه ويبيعوه بالسوق. وبالاخر بس تصير هالامراض والشعب يتضرر بنصير نقول يا ريتنا عملنا ويا ريتنا كنا اكثر حرصا على الصحه اللبنانيه. طيب هيدا اذا عم بيمر عبر يعني اليوم المرافق الشرعيه، شوفها اذا عم بيمر عبر المرافق للاسف يعني اذا عبر الاطر الشرعيه عم نشوف هيك شغلات وسرقت وفي ملف بالقضاء يعني موجود. طيب نحن عبر غير الشرعيه شو عم بفوت؟ شو هي الادويه اللي عم تفوت؟ شو هي المواد الغذائيه اللي عم تفوت؟ شو عم بصير صحة الناس تنزل على الاسواق الشعبيه بتشوفي انواع من المواد الغذائيه، من انواع من الادويه مش شايفينها، ما معروف شو تركيبتها، شو في بقلبها، هل هي مواد مسرطنه، هي مواد خالصه متتها ومعلبه من جديد، ما حدا عارف شو عم ياكل الشعب اللبناني اليوم. الامراض اللي عم نشوفها عم تتزايد من يوم ليوم، هذا دليل على انه نحن مش بس في عنا تلوث بالهواء يلي معيشيننا فيه من وراء بؤرة المولدات اللي موجودة، ولا بس في عنا تلوث بالمياه يلي ما بنعرف شو هي المي اللي عم تيجي على بيوت اللبنانيين، شو هي المي اللي عم تكون بالسترنات، اليوم عم بيجوا كمان عم يعملوا تلوث غذائي للشعب اللبناني بكامله، هذا كله حيبين للمدى البعيد للأسف يعني. نعم، شكرا لك عضو المرصد الشعبي المحامي علي عباس، رح ينضم لنا عبر زوم رئيس جمعية المستهلك الدكتور زهير برو، أهلا وسهلا فيك. اهلا فيك جميعا. انتوا يا هلا، انتوا كجمعيه مستهلك عندكم علم بكل هالتفاصيل؟ نعم، يعني وتفاصيل غيره وغيره. طيب شو لازم من عمل لحتى ينوضع حد لهالتفلت الهائل بالغذاء؟ الواقع اللي طلعنا عليه هو التحقيق اللي صدر بجريده الاخبار الخاص بموضوع الارز وخاص بموضوع القمح، والقضيتين واضحين بعتقد من ناحية التفاصيل الواردة فيهم، حيث هناك مشكلة يعني أولا من قبل القضاء، الدولة من قبل يعني هذه الشركة اللي تجاوزت قرار وزارة الزراعة، وبالحالتين هؤلاء الناس يجب التحقيق معهم ومحاسبة، ولأنه هذا هدد حياة آلاف إذا مش عشرات الآلاف من السكان لبنان. نعم، بس هني مش عم يتحملوا المسؤولية. اتصلنا بوزارة الزراعة، قالت عند وزارة الاقتصاد، واتصلنا بوزارة الاقتصاد قالت عند وزارة الزراعة. ايه هلأ ما هني موضوع سلامة الغذاء مرتبط مثل ما قلنا بثمان جهات مختلفة. مشان هيك اشتغلنا على موضوع قانون سلامة الغذاء واللي صدر بال 2015 وحتى اليوم لم يتم تنفيذه بنتيجة السياسات السلطة التنفيذية والتشريعية اللي عاملين آليات لا تؤدي إلى تطبيق القوانين. هناك أكثر من 56 قانون غير مطبق. نعم، بالتالي هذا بيسمح بيفتح الباب وجود هذه التعددية بالنسبة لسلامة الغذاء، بدلا من خسرة بجهة واحدة وتضيع الطاسة ويصير كل واحد بيكب على الثاني، وهيك عم بتصير الأمور. بنفس المسار القديم ذاته ما تغير شيء يعني بالبلد، وهي القصص كنا نشاهدها قبل الانهيار الكبير وقبل حصول هذا الحال من الفقر الكبير، كنا نشاهد هذه العملية من تدليس ومن تمرير صفقات، وهذه في وجود شبكات وراها مش أشخاص أو شركة واحدة، هناك آليات يعني شبكات واسعة من القطاع الخاص ومن القطاع العام تعمل على تمرير هذه الشحنات، واللي بيتصرف فيها بدون ما يأخذ بعين الاعتبار أي ردة فعل من قبل القضاء معناتها أنه محمي هذا بالسياسي ومحمي وراء ظهره شي زعيم أو زعيم، وبالتالي مسار ذاته مستمر بالبلد مع تهديد صحة الناس. نعم، وانت اليوم قلت دكتور بفعل الفقر عم تزيد كل هذه الممارسات والتلاعب بالتواريخ، عم يصلنا تواريخ بال25 لرز بتشمي ريحته معفن ومعطن كله مليان أفلاتوكسين، وبماركات موجودة بالسوق أو لسوء الحفظ الأساسي أو لتزوير التواريخ
كلها يعني اليوم انفقدت المؤسسات الدولية اليوم خارج العمل تعمل بأقل طاقة ممكنة، وهي نعم. بالأساس قبل ما كانت منشطة وعم تعمل بكل طاقة لم تكن تعمل لمصلحة المستهلكين. نحن بلد كل مؤسساته الأساسية تعمل لمصلحة ما يمكن تسميتها بالدولة العميقة، من مصارف، من زعامات سياسية وعائلاتهم، ومن تجار كبار، وعلى حساب صحة الناس. على حساب صحة الناس. نعم، على حساب صحة الناس أكيد. هلا صحة الناس هذه تفصيل بالنسبة لهم واليوم، وهذا اللي بيفسر إنه بلبنان كمان نحن بننتقل من صراع لصراع، من مشكلة لمشكلة، من حرب لحرب، من حرب أهلية لحرب أهلية، من لصوصية ونهب للمال العام وإلى لصوصية ونهب للمال الخاص. اليوم نعم. نهب الودائع اللي ما صار بتاريخ البشرية كلها عم بيصير لبنان، وكأنه وجهة نظر هيدي عم بيناقشوها، صار له 5 سنين عم بيناقشوها، وبعدها بنعرف كم سنة بعد بدهم يناقشوها. نعم. إحنا أمام حالة مرضية يعني. نعم. في مرض بنيوي بلبنان، أو يراجع كل هيدي الأمور، أو إنه النتائج اللي عم نشوفها اليوم عبر الرز والقمح، أو عبر هيدي الهولندية اللي إجت تكزدر بسلاحاتها ومفكرة حالها رامبو ودخلت إلى بيروت والضاحي بدون ما حدا يعرف، لا السفارة الهولندية ولا وزارة الخارجية اللبنانية. نحن أمام بلد سايب بالكامل. نعم. فليش ما بينكب في زبالة البشرية وبتنكب في الرز والقمح المعفن؟ ليش لا؟ ما دام هذا النمط السائد بالبلد، وما دام وتحت رعاية الأحزاب الطوائف، عملنا دولة وأحزاب طوائف، هذه نتيجتها. شكرا. أو نتخلص من هذا النظام السياسي ونروح لنظام اليوم علماني حديث خارج القيد الطائفي وبناء على الكفاءات، أو بدنا نضل نجيب لصوص وعصابات. نعم. يعبوا القطاع العام والقطاع الخاص على فكرة. نعم. يعني كتير من القطاع الخاص ما اجوا بكفاءاتهم، اجوا نتيجة علاقات محسوبيات أو طائفية أو عائلية أو سياسية. نعم. وبالتالي نحن في بنائنا البنيوي كله مهرهر. نعم. وهذا بده مراجعة يمكن. شكرا لك رئيس جمعية المستهلك الدكتور زهير برو، رح ينضم لنا رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. يعني نحن بنعرف انه في يعني مواد وشحنات وكونتينرات بيجي على المرفأ لانه ما في محل، خصوصا الغذائيه ما في محل لحتى يخزنوها، بتروح على امكنه ومخازن تتخزن فيها، وهونيك بتجري الفحوصات، ما هيك؟ مش هيدي هي الاليه المتبعه؟ لا 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 ابدا. خليني اوضح مدام نواد. لما نحن عم نطبق القرار 57 بإدارة الجمارك، هي بعد ما تقوم الفحوصات، يعني بتنعمل الفحوصات في مرفق بيروت، وبعدها بيطلع في إذن استثنائي لإخراجها ووضعها في مستودع مرصرص لحديت ما تطلع النتيجة. بس نحن، أنا بدي أوضح شغلة ست نوال، عم ينحكى برز مسرطن، بس عم بينقال، معلش عندي معلومة، انه بتتعهد اول شيء بتطلع من المرفأ بتروح على المخازن هونيك الشركة ما بتتصرف فيها قبل اخضاعها لتحاليل مخبرية تجيها مصلحة الابحاث الزراعية بوزارة الزراعة. يعني هيدي المادة هيك بتقول 57؟ مزبوط مزبوط. ما بيمضي التاجر تعهد بعدم التصرف بالبضائع. ايه يعني معناتها بيصير الفحص بالمخزن، ما بيصير الفحص بال، لا 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 بيصير، ولو ما نحن عم نستورد. نعم تفضل. بيصير اخذ العينات بالمرفأ وبعد اخذ العينات، يعني من اثنين هيدا نعم قصدنا. نعم. ويرد المستوعب الى الباحة الرئيسية، وبيطلع في قرار 57 باخراجه الى المستودع بتعهد بعدم تصرف بالبضائع، واذا تصرف بالبضائع بيكون عنده مسؤولية جزائية التاجر. طب هلا شو صار بالرز والقمح؟ شو قصة الرز والقمح؟ مسؤوليته شأنه. نعم، شو صار بالرز والقمح؟ هلا اول شيء انا بدي اوضح شغله مدام نوال بموضوع الرز، اذا بس بتعطيني 3 دقائق. تفضل. 3 دقائق وثانية اقطع الارسال، بس نعم. خليني اوضح الامور. تفضل. حتى تكون وضحها ولنختم. نعم. لانه الناس تعبت من كل الأخبار وفي أخبار متضاربة. أول شيء أنا بدي أحكي بموضوع الرز، وهو خاصة بموضوع الترسبات الغذائية. يعني أنا بالنسبة لي
أنا لست حاكم ولست حكم، أنا حأعطيك بس معلومات طب اعطيني واضحة. معلومات، تفضل. نعم، أول شيء بموضوع الرزوة والترسبات المبيدات، طلع قرار سنة 1917 من الوزير غازي زعيتر رقمه 586 لترسبات الغذائية للشاي والرز والفواكه المجففة، وهذا شيء كل البلدان بتعمله، ما نعم في مشكلة عليه. ورجع طلع قرار رقمه 188 بال 2019 من الوزير حسن اللقيس بموضوع هالشيء. هو النقطة وين بتصير؟ النقطة إنه حددت المستويات حسب الأمم، حسب السوق الأوروبية المشتركة أو دستور الغذاء كودكس أليمنتاريوس، وحددت اعتماد النسبة الدنيا من الاثنتين، يعني أقصى حد ممكن. كمان ما عندنا مشكلة بهالموضوع، إلا أنه يا أخي في عندك المواصفات الأمريكية، عندك المواصفات اليابانية، عندك مواصفات الخليج، لم تؤخذ بعين الاعتبار. بكل هالموضوع في مبيد واحد اسمه تريسيكلازول هو اللي عنده المشكلة. المشكلة انه هيدا المبيد اللي هو غير مسرطن، ومش عم بحكي من عندي ومش انا اللي بقرر، انا بعطيك المعلومات والمستندات بهالموضوع. لا تلحظه دستور الغذاء، ما بيحكوا عنه، لا تلحظه الولايات المتحدة عندهم اللي اسمه الفيدرال ريجستر، لا تلحظه اليابان اللي هو الفود سيفتي كوميشن، لكن بالامم المتحدة بالسوق الاوروبية المشتركة تعتبر بالحد الادنى ليميت اوف ديتكشن ال او دي اللي هو 0.01 بي بي ام، يعني بنسبه تعجيزيه، علما بانه اليابان، ما عم بحكي تايوان، عم بحكي اليابان، تعتمد نسبه 3.0، يعني مش 0.01، يعني 300 مره اكثر، وامريكا تعتبره 300 مره اكثر كمان 3.0. وفي مستندات انا مستعد اظهرها للاعلام لانه مش من عندي، تبين انه هذه الاصناف عندي اياها هون غير مسرطنه، based on data summarized concluded that tricyclazole does not pose a cancer of risk for humans. مشان هيك بقى ما نحكي برز مسرطن. هلا لنكفي القصه مشان ما نقطع. ايه بعد عندنا دقيقه بس، تفضل. نعم، السوق الأوروبية ليش اعتمدت 0.01؟ لأنها لن تجري دراسات، لأن الشركة المصنعة لهذا الدواء، وعم بعطيك وقائع، لم تقدم ترخيص إلى أوروبا. هو هيدا بيستعمل بالشرق الأقصى، وأوروبا عندها مصلحة لتحمي رزها، خفضت من الناحية الجمركية النسبة حتى ما يستورد الرز من الشرق الأقصى ويجي إلى أوروبا. نعم. هلا نحن بالنسبة لنا شو الواقع تبعنا؟ إيه بس نحن باختصار إذا سمحت. نعم. نعم. باختصار تفضل، شو الواقع خلصت. عنا؟ خلصت هذه الوقائع، وبالتالي بغض النظر عن الحادثة اللي حضرت مع أحد الشركات، ويمكن تصرفوا ببضائع ما كان لازم يتصرف فيها لأنها مخالفة المواصفات اللبنانية، لكن من قال أن المواصفات اللبنانية هي مواصفة دقيقة أو لازم تطبق؟ بل لازم نعمل شيء أحسن من أوف. هيك. نعم هي. بالتالي لن أدخل بحيثيات ماذا حصل، وإذا صار في مخالفة مثل ما قلت لك، إذا مضى تعهد والتعهد ما أقر فيه عليه غرامة، وحسب ما فهمنا الشركة دفعت غرامة وصوت وضعها مع هذا، بس المهم اللي لازم يعرفه الجمهور انه هذه البضائع ولو حتى دخلت في الاسواق هي غير مسرطنه بموجب دراسات. هلا برجع انا باكد، لست انا من يقرر نعم، ذلك، شكرا. نحن نطلب من معالي الوزير، وزير الزراعه، نطلب من القضاء ان يحكم في هذا الموضوع، لكن نحن علينا نعطي الامور التقنيه والامور شكرا. العلميه نعم. لهذا الموضوع، ونحن ندعو عبر منبرك من وزارة الزراعة، من الوزير، إلى كل المعنيين إعادة النظر في القرار 586 والقرار 188 لما يتناسب مع السوق اللبناني ومع الشعب اللبناني، لأن الشعب اللبناني تعب من أخبار مش نعم. كلها مظبوطة نعم. صراحة. شكرا لك رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بوحصلي. أنا بدي أطلب من على منبر صوت لبنان، من وزير الزراعة ومن وزير الاقتصاد ومن القضاء، يطلعوا يخبرونا الحقيقة، لأنه كل ضيوفنا، ثلاثة ضيوف،
كل حدا حكي شيء. هل نحن مين بده يخبر الناس الحقيقة اللي صارت؟ بدي أطلب من الوزراء يوضحوا، يعملوا مؤتمر صحفي، لأنه صحة الناس بدأ. فاصل ونتابع عن اليوم يعني زيادات اللي صارت للقطاع العام وشو التداعيات، ورح ينضم لنا طبعا رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتخطيط النائب فريد البستاني، المدير السابق للمحاسبة العامة بوزارة المالية أمين صالح ومعنيا. فاصل قصير ونتابع. أصدقائي المشاهدين والمستمعين، منتابع نحن وياكم نقطع السطر عبر إذاعة صوت لبنان. بدنا نحكي عن الزيادات للقطاع العام، وهل اليوم هالزيادات من وين التمويل؟ هل رح يرجعوا يشتروا دولارات من السوق ويأثر على صرف سعر الدولار؟ بس هيك بدون يخبرونا اليوم ضيف المدير السابق للمحاسبة العامة في وزارة المال أمين صالح، ورح ينضم لنا النائب فريد البستاني رئيس لجنة الاقتصاد. أهلا وسهلا فيك عبر إذاعة صوت لبنان. ما بدنا نأخرك عن لجنة المال عندكم اليوم. في لجنة الاقتصاد اليوم، بس بدنا ناخد رأيك بموضوع الزيادات لرواتب القطاع العام. برأيك يعني هل رح تتمول من جيوب الناس؟ من وين رح تتمول؟ ورح تأثر على سعر الصرف؟ وهل درسين الأعداد صحيح للقطاع العام اللي رح ياخدوا زودات؟ لأنه أيام سلسلة الرتب والرواتب فاجأونا، عملوا سلسلة على أعداد وبعدين صار في أعداد تانية ما كانوا عارفين أنه في أعداد هالقد موظفين. شو رأيك؟ هيدا من المؤسف، لأنه وقت اللي عملنا الموازنة كان لازم هالزيادات كلها وحقوق المتقاعدين والكذا تفوت بقلب الموازنة، لأنه نحن ما بنقبل لا بسلفات خزينة أو يستعملوا أموال احتياط. يلي صار بالموازنة هو أنه كل مرة بدنا نزيد المبالغ كنا نروح على الاحتياط. طب ليه ما نحطهم مرة مضبوطة بقلب الموازنة؟ وهيك بنعرف قديش إلنا وقديش علينا. يوم عملنا موازنة ما بنعرف شو ديون الدولة، لم نعرف شو قيمة الأوروبون. اليوم عم بيقولوا في زودة مثل تقريبا مقنعة مثل سلسلة الرتب والرواتب. يعني أنا عن جد ما بحسد الحكومة، لأنه وضع صعب كتير، بس هالوضع الصعب عم بيأثر على الخزينة وعلى أموال الدولة. لا أنا المبالغ اللي عم بيحكوا عنها إيه يمكن تأثر على سعر الصرف، بس أنا عارف إنه حاكم المصرف بالإنابة مش هيخليهم ياخدوا أي أموال لا دولار ولا دولار، بدها تتمول من قلب الموازنة، وغير هيك بدها تجي على مجلس النيابة وبنناقشها. نعم، بس معقولة يعني اليوم ما يعرفوا منين بدهم يمولوا هالزيادات؟ يعني هلا هم بيعرفوا عندهم عدة حلول. يعني مثل ما قلت لك أنا عن جد ما بحسدهم، أنا عم بطلع على حقوق المواطن. مواطن بالقطاع العام مظلوم، بس لازم ياسط نوال مع هالخطوة نرجع نعمل إعادة هيكلة للقطاع العام، نعرف مين هالموظفين اللي فلوا اللي هاجروا وما عم يجوا على الشغل، ونوصف الناس اللي بتحب تجي تشتغل 4-5 أيام بالأسبوع. يعني صارنا 5 سنين نحكي فيها إنه لازم نعمل إعادة هيكلة، عم ندفع لناس مش موجودين. ليش الحكومة ما عم بترد على مجلس النواب وعلى أصوات النواب؟ فاتحة حسابها؟ يعني هلأ الحكومة ومجلس خدمة كلهم مسؤولين، ونحن كذا مرة بلجنتي وبلجنة المال طلبناهم نشوفوا الناس اللي عم تشتغل. إذا بدنا نزيد الإنتاجية كيف بدنا نزيد إنتاجية الدولة؟ روح شوفي بالنافعة، شوفي بالعقارية، الناس اللي لازم تشتغل ما بيدفعوا لحقوقها، وحقوق المتقاعدين في عندك بدي إعادة هيكلة وإعادة نظرة لكل أمور الدولة. القطاع العام لازم نحن يتقلص، لازم نصغره لحجمه الطبيعي. طب يعني حضرتكم كنواب يعني حضرتك عم تشكي وتحكي مثل ما نحن بنحكي، مثل ما أي مواطن بيحكي، بس أنتم مسؤولين، يعني أنتم موجودين. نحن أكيد مسؤولين وعم نطالب وعم هلا كنت حضرتك عم تحكي على موضوع الرز والقمح. نحن هلا بعد ربع ساعة عنا جلسة وعم نسائل وزير الاقتصاد، وزير الزراعة، كل السلطات المسؤولة. نحن عم نقوم بواجباتنا، بس السلطة الإجرائية هي اللي بتقوم بالتحرك أكثر منا نحن. نحن منحاسب.
نعم، لكن حالة بقصة الرز وبقصة الرز والقمح كل حدا عم بيغني على ليلاه، يعني ما الحقيقة بعدها ضايعة لهلا، إن شاء الله بتوضعوا نقطة على السطر. نعم أكيد أكيد الحقيقة رح تبين ونحن بالمرصاد للموضوع، لكن سلامة الغذاء وحماية المستهلك هي بصلب مسؤوليات لجنة الاقتصاد، وأنا وزملائي حريصين أن نقوم فيها. أي يعني طالبين منكم تغيير تشريعات لما فيه مصلحة الناس وصحة الناس. حطيناها لحماية المستهلك، القانون صار هلا بس بده يمرق على الهيئة العامة. نعم. وقانون المنافسة أقرته الهيئة العامة، بدنا بس هيئة المنافسة. نعم. يعني المجلس عم بيقوم بواجباته، بدك الحكومة تطبقها. هيدي القصة. على كل حال رئيس جديد. نعم. بدنا حكومة مسؤولة نقدر نحاسبها بالمجلس. مستحيل بالحكومة تصريف الأعمال نقوم أكثر من اللي عم نقوم فيه. شكرا لك رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتخطيط النائب فريد البستاني، أهلا وسهلا فيك. بدي رحب بضيفي المدير السابق للمحاسبة العامة بوزارة المالية أمين صالح. شو؟ يعني قصة الرويتة. نعم. مع احترامي لسعادة النائب وللنواب عم يحكي عن الموازنة، يعني هن كيف أقروا الموازنة؟ ما هي صارت كيف صدقوا عليها؟ هرج ومرج، كيف صدقوا عليها؟ ما عرفوا مين صدق ومين ما صدق، بدون تقديم حسابات. كيف صدقوا عليها بدون ما يعرفوا الدولة شو عم تجبوا شو عم تنفق؟ كيف صدقوا عليها؟ ما هو هيدا التصديق هو مخالف أساسا للنظام الداخلي لمجلس النواب ومخالف للدستور. وأنا هون بقول كلمة كمان قبل ما نبلش بالرواتب، المجلس الدستوري يقتضي عليه أن يبطل الموازنة بكاملها، مش يعلق لا أبدا، الموازنة بكل مخالفة لكل الشروط الدستورية. طيب هلأ من احنا موضوعنا عن الرتب اليوم والزيادة الرواتب. الرواتب لا، ما اسمها سلسلة رتب، يعني بال2017 حطوا الحق عليها بعجز الموازنة. هيدا طبعا كمان. شو تداعيات زيادة الرواتب اللي أقر مجلس الوزراء لموظفي القطاع العام؟ هل بتشبه سلسلة رتب والرواتب عام 2017؟ ليك هذا التضليل بهذا البلد بعده موجود. أساسا سلسلة الرتب والرواتب ليست مسؤولة عن الانهيار المالي والنقدي في البلد. أنا أكثر من مرة قايلها وعندك هون بالاستديو. معلش اللي ما كانوا عارفين الأعداد، لا هن تفاجأوا بالأعداد وبعدين رجعوا زيدوا الأعداد. هن بيعرفوا وبيصدقوا، بس إنه ما كذبوا برأيك. إيه كان هن أخذوا جزء من برنامجنا بحكومة يوم الدكتور حسن ما أخذوا برأينا. نحن قلنا لهم الفوائد الدين العام هي التي أدت إلى هذا الانهيار المالي والنقدي وليست الرواتب والأشور. بس معليش خلينا نبلش من الآخر، مش لازم هيكلة القطاع قبل ما نعطي تحفيزات وزيادات وسلسلة. هيكلة الدولة كلها، مش بس هيكلة القطاع العام، هيكلة المؤسسات الدستورية. بس نحن عم نكبر الحجر، ما بدنا لا ما عم نكبر الحجر، لأنه هيك سلطة وهيك طبقة موجودة بدها هيك إدارة. طب ما قدرنا ما عم هني فكرك بدهم يعملوا إدارة على أساس الكفاءة والنزاهة والجدارة، ما بدهم يعملوا لأنه مش من مصلحتهم. أرقام تليفونات صوت لبنان بتصرفكم 01-325-555 الخلوي 76-611-003-005 الواتساب كول 76-611-001. اليوم يعني بموضوع الزيادات لرواتب القطاع العام، اليوم من وين التمويل برأيك؟ كيف رح يكون تمويلك؟ في شيء نحن كشعب ما عم نقدر نلاحق السلطة بتضليلها. ايه؟ كل صراحة. طب ما لنا خبرة نحن مال وخبرة اقتصاد. بكل صراحة. نحن عم نركض لنأمن لقمتنا. أول شيء وقت نعملوا هيدي الزيادة، هي هيدي الزيادة مخالفة، يعني هلا عم يعطوا مساعدات. طب إيه؟ خليك معي. هاي المساعدات المفروض يكون في إلى اعتمادات بالموازنة. هني شو بقولوا بهذا القرار اللي طلعوا المرسوم، إنه هيدي تدفع من الاعتمادات الموجودة في موازنة 2024 باستثناء هؤلاء اللي عطوهن إضافي عن 3 أشهر، يعني اللي هن كانون أول السنة الماضية وكانون تاني وشباط، لأنه الآن مرسوم قالوا بيعمل به من 1 أذار، يعني من 28/2 عطوهن حتى يقول مثل ما وعدوا أنه نحن من 1/12/2023 عم نعطين. بالمرسوم بقولوا تدفعوا من الاعتمادات، يعني ضمنا الحكومة وقت عملت الموازنة كانت
عم تحتسب انه هي بدها تعمل هالزيادات وحطوا لهم اعتمادات. فما يجي يقولوا انه هلا اليوم بنفتح اعتمادات، ليش؟ لانه بمشروع موازنه وزاره الماليه الاولى كانت الرواتب والاجور وملحقاتها 178 الف مليار. بموازنه اللي اقرها مجلس النواب كانت 151 الف مليار. نعم. من ضمنها ستنا، خلينا نقول للناس شو كان في من ضمنها. كان من ضمنها حاطين، وهي شو بتتضمن؟ الرواتب والأجور. وقت بنحكي عن رواتب وأجور، في الرواتب للقطاع العام، في المساهمة الدولي في موازنة بعض المؤسسات العامة، وفي معاشات التقاعد، وفي تعويض نهاية الخدمة، وفي التقديمات الاجتماعية، المنح اللي بيعطوها للموظفين بمناسبات الولادة أو الوفاة أو المرض أو الأمومة أو المنح المدرسية، كل هذه هي اسمها نفقات موظفي القطاع العام، حتى الناس تعرف وقت نحكي عن موظفي. ايه بس هي ملحوظة بالموازنة مثل ما قال وزير المال. هون بالموازنة شو حاطين؟ إيه؟ حاطين 45800 مليار، هذه رواتب القطاع العام. نعم. يعني بما فيهم السلك التعليمي، المعلم يعني بالتعليم والعسكر والأمن. قد ايه الرقم اللي عندك؟ عندي 45821 مليار. نعم. هم موجودين بالموازنة. نعم. وعندي 5000 مليار و986 مليار، هو مساهمة من الموازنة في مؤسسات. يعني الكلام ما بدنا نغرق بالأرقام، لأنه خلي بس قلي حاطين احتياطات. إيه؟ للعطاءات. نعم. 25337 مليار، يعني قصدهم الرواتب. يعني هلا هاي الزيادات قسم منها مغطى ب 25337. بس انا كمواطن بهمني رح ترتد علي تمويلا بزياده اسعار، رح يتاثر على سعر الصرف هيدا المواطن. مبدئيا في 25000 مليار هول العطاءات، وفي 38000 مليار احتياطي نفقات الموازنه، هي صرنا ب 63000 مليار. يعني مبدئيا الدوله لازم تدفع منه على الزيادات بدون أن تفرض أي ضرائب إضافية. متستقبل اتصال، مين معي؟ ألو. مرحبا. مرحبتين، تفضل. يعطيك العافية. يا هلا. مع سيمون سكيف. تفضل سيمون. أنا بس حابب أسأل ضيفك إنه ليش هالضرائب دائما بدها تكون على هيك المواطن العادي؟ يعني الإنسان معاشه قليل بده يكون في ضريبة دخل على المعاش. المعاشات ماشية هلا بعدها وهلا عم يشيل معاشات جديدة، ما عم يتصرح عنا على الضمان، بعدهم عم بيصرحوا على المعاشات القديمة. كيف المؤسسات عم نحكي؟ ما يعني هلا عملوا هم روجي وقالوا انه المؤسسات لازم تصرح. طيب ليش ما بيكون في ضرائب على الاشياء الكماليات؟ يعني مثلا بتشوفي دعايات على الطرقات، كلها دعاية حد دعاية، مثلا نفس البانون دعايتين، ليش هول ما بيكون عليهم ضرائب؟ مين قال لك ما عليهم ضرائب؟ عليهم ضرائب بس ياخذوا ضرائب هائلة، لأنه نفس الإعلان بتشوفي بتقطع 10 أمتار بتقطع نفس الإعلان. هو لازم يكون عليهم ضرائب. اما الفنانين اللي بيجوا على لبنان. نعم. على الكازينو، مع الكازينو ليش ما بيكون في ضرائب؟ ليش ما بيكون في ضرائب على الاراجيل والتنبك؟ نعم. كلها في كثير اشياء بعد غيرها، ليش بدي اعد العد؟ بس ترى الاراجيل والتنبك هي حطوا عليها ضريبه 100%، والسيجار وما السيجار والويسكي، ليش بدهم يحطوا ضريبه علي انا كمواطن؟ انا هلا مواطن قاعد بلا شغل. الغريب بيشتغل لانه ما بيصرحوا عنه للضمان، وكل شيء لا ضمان بيتحرك ولا شيء. إذا بدي روح أتشكى بالضمان بتكلفني هلا صارت قد ما بده يطلع لي على مرتين ثلاثة. نعم. يروح وتعا وتعا وروح بالضمان وما بيتحركوا، يعني بتروح إذا بلغيهم على شركة عم تشغل سوريين وكذي ما بيتحركوا، لا وزارة العمل بتتحرك ولا الضمان بيتحرك. شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. عندك رد استاذ؟ المفروض أنه يكون في، يعني مش المفروض، على الدولة أن تعيد النظر بكل النظام الضريبي الموجود في لبنان. نعم. لأنه نحن عندنا هلأ ضرائب، وبالموازنة 2024 عندنا حوالي 80% ضرائب غير مباشرة على الناس، وفي 20% ضرائب على أصحاب الرساميل وأصحاب الدخول المرتفع. نعم. هذا نظام ظالم ويقتضي تعديله. استاذ امين صالح، يعني ما في زياده على الاسعار مفروض ما تكون ابدا ابدا زياده على الاسعار، ولا
يعني تغيير بسعر الصرف، لأنه لا ولا تغيير، لأنه الموازنة حددت سقف للإنفاق، وحدد حاكم مصرف لبنان بالإنابة السقف الشهري لضخ السيولة النقدية بالليرة. فبدنا نطمن بالنا يعني رح يربكنا نائب الحاكم والحاكم بالإنابة. شو عندك عليه؟ عندي عليه انه نحن يعني هو الميزانيه اللي عم يعملها حقوق الخزينه بهذه الميزانيه اصبحت صفر. نعم اصبحت صفر. في ان ليش حقوق الخزينه صفر؟ نعم هذا سؤال له، وبعدين هذا بده حلقه خاصه، هذا بده حلقه خاصه على المصرف. نعم ليش الحكومه بدها تزيد ضرائب او كذا؟ عند حسابها بالمصرف المركزي ب 15/2/2024 386,418 مليار. نعم. يعني ما يعادل 4 مليار دولار، ما يعادل 4 مليار دولار. رئيس الحكومه بالموازنه بمناقشه الموازنه قال نحن عندنا 100,000 مليار ليره حسابنا بالخزينه بالليره، وعندنا مليار دولار. هلا نزيدوا هون، هلا زيدوا، كيف زيدوا ما بعرف. هذه كلها ضرائب ورسوم عم يستوفوها من الناس 408,000 مليار. فبالتالي حساب الخزينه لدى المصرف المركزي موجود وهو يفوق اساسا، يعني كل الموازنة 3 مليار و446 مليون دولار، بينما حساباتهم بالمصرف المركزي حسب البنك المركزي على مسؤوليته حوالي 4 مليارات. فإذا ليس من المقبول أبدا أن تقدم الحكومة على زيادة ضرائب أو رسوم. إيه بس في محللين اقتصاديين بيقولوا إنه اليوم من وين الدولة بدها تأمن مبلغ بيتراوح بين 700 مليون ومليار دولار؟ وفي توقع شو 700 مليون؟ يعني إنه هودي مسألة تخصيص صفائح بنزين لفئة أكثر من فئة، 5 صفائح للفئة الخامسة و15 صفيحة للفئة الأولى، وعملية زيادة على رواتب القطاع العام فيها تخبيص مالي غير متوازن، وتوقعوا الذهاب إلى طباعة العملة. الأمر كله سيؤدي إلى التضخم. مع احترامي لألون واختصار، نعم كل هذه الزيادات بالحد الأقصى، يعني أنا عملت لها تقديراتها، كل هذه الزيادات يقتضي أن لا تزيد عن 675 مليون دولار. نعم عن 675 مليون دولار، وهي أساسا موجودة بموازنة 2014 مثل ما شرحت لك بالاحتياطيات الموجودة فإلها. وهي الزيادات لا تسمن ولا تغني من جوع. ما يفكروا أنه عطوا الموظفين في القطاع العام عطوهن حقوقهم، وأنا فيني اللي كل واحد قديش عطوه زيادة وقديش بعد خسارته. خسارته من سنة، نحن بدنا نعتمد الرواتب اللي كانت سائلة سنة 2019، مش هيك؟ ومنقيس الزيادة على أساسها. فإذا هذه المبالغ محسوبة موجودة بموازنة المصرف المركزي وموجودة بحساب الدولة بالمصرف المركزي ومحسوبة بالموازنة العامة، وبالتالي يقتضي أن لا يكون لها أي آثار. بالعكس. طب الدولة رح تقدر تلم ضرائبها؟ الدولة عم بتلم ضرائبها. ليش؟ مين قال لك مش عم تلم ضرائبها؟ انا بدي اسالك سؤال. الدولة بيقولوا انه مش عم تلم ضرائبها، عم تلم ضرائبها عند الناس اللي عم تدفع، الناس الاوادم من القطاع الشرعي. لا 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 خليكي معي خليكي معي خليكي معي، وعم ياكل من جيبة المواطن ومن جيوب الدولة. كل الضرائب غير المباشرة عم بتضب الدولة. من لما بتفوت البضاعة على الجمارك بمرفق بيروت وبالمرافق عم ياخذوا عليها 89,500 سعر صرف الدولار الجمركي. نعم. وبالتالي الضريبة على القيمة المضافة زادوها من 5500 مليار سنة 2022 إلى 101,000 مليار، 100 تريليون ليرة لبنانية. فهذه كلها عم تشبه. أنت وقت تشربي قنينة مي أو فنجان قهوة عم تدفعي التفاعل عليه 14% مش 11%. إيه بس عندك دوائر معطلة، العقارية النافعة فتحوها هلا، بس مش عم تمشي مثل ما لازم، مش عم بتدر الأموال مثل ما لازم، لأنه السيستمات معطلة. هذا الحق على على الإدارة. نحن عم نحكي إنه الدولة مش عم تجبي أموالها مثل ما لازم. لا لما بتسكر دوائر عقارية. خليكي معي الدولة وقت كانت عم تشبي على دولار 1500، نعم. اليوم الدولة عم تشبي على سعر 89,500، 60 مرة زيادة. مين عم يتحملون؟ المواطن. هلأ هي سوء إدارة الأموال العمومية مسؤولة عنها
الدولي بشكل نعم. هل يمكن التعويل على إيرادات الدولة يعني بظل توقف عمل معظمها مثل الدوائر العقارية أو نظام وزارة المالية؟ هلا يعني رجعوا الموظفين بس بالنتيجة دي صار لهم مقدربين لتسديد هالضريبة الدخل بالدولار مثلا على سبيل المثال. يا ستنا الناس بدها تعرف شكلين انه حتى لو اضربوا موظفي في الجيبية مستمرة، الضرائب غير المباشرة مستمرة، وفي إلزام بالقوانين لكل الناس المكلفين بضريبة الدخل بدهم يصرحوا عن ضرائبهم إلزاميا ضمن مهل محددة وإلا تفرض عليهم غرامات. نعم. وهذا بنسميه الدفع المسبق، يعني سواء اشتغلت الإدارة أو تعطلت في ضرائب تدفع من قبل المكلفين مباشرة. طب اليوم في مواطن عم بيسأل شو بخصوص شلطة البلدية والمقاومين تحديدا، شو بيلحقون من هالزودة اللي أقروها؟ هيدا بدو كمان ما بدو بال 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 بالمرسوم حددوا قديش إلى المؤسسات العامة وقديش إلى البلديات واتحاد البلديات، وشوفوا ال 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 القرار المرسوم اللي صدر. نعم. بيعطيهم فكرة عن هذا المرسوم 3000 رح نحكي عنه. نعم هلا بعد شوي رح نحكي عنه، بس ما نسألك هلا نحن رح ندخل بدوامة عجز الموازنة ولا لا قبل ما ننتقل لإبراهيم كنعان، لإبراهيم نحال عضو الهيئة الإدارية لرابط مفروض هن عملوا موازنة صفر. وإذا هن جابوا يعني جابوا المصريات اللي هن فرضوهم بالموازنة المفروض ما يكون في عجز لا بالموازنة ولا عجز بالخزينة، وفي فائض بحسابات الدولة هون نتيجة هذه الضرائب اللي عم يجبوها على 89500، فالمفروض ما يحصل عجز. ليش بده يحصل عجز؟ نعم مفروض ما بده يحصل. اي خلينا إذا صدق إبراهيم نعم إذا صدق، وأنا هلا بيجي بقول أنا أن وزارة المالية أنتوا وقت قدمتوا هاي الزيادات وعملتوا عدة سيناريوهات ما بتقدروا تعرفوا قديش حجم الكلفة الحقيقية. طيب أنا عملت دراسة تقديرية، بس هني وزارة المالية بتعرف حجم الزيادة على حقيقتها لأن عندها جداول كل الموظفين في الإدارات العامة وكل الجداول في الجيش وقوى الأمن والأمن العام والأساتذة والمعلمين كان دايهم، وبتحسب لكل واحد. تبهي نحن هون وقت بنعمل تقديرات بنعمل على أساس عيني، يعني بناخذ مثلا موظف فئتين، بس هن الموظفين ما لهم درجات، وبالتالي الزيادة تختلف من موظف إلى آخر حسب فئته وحسب رتبته بالفئة. نعم على الخط مباشرة إبراهيم نحال عضو الهيئة الإدارية لرابط موظفي الإدارة العامة. أهلا وسهلا فيك حضرة المهندس. أهلا وسهلا فيكم، السلام لك ولضيفك. ليش يعني رجعتوا على الإدارة وهيك يعني عودة خجولة وبتقولوا ما بنعرف أي متى رح نرجع نحن نضرب ونعتصم؟ ليش إبراهيم؟ نحن أصدرنا البيان الأسبوع الماضي من بعد ما طلع المرسوم عن مجلس الوزراء، ولكن بالمرسوم هناك عدد كبير من النقاط المنة واضحة بالشكل المطلوب، وخصوصا مبدأ مكافأة المسابرة اللي نعطيه هيدي مش واضحة ومش محدد. واضحة ومحدد، اللي بيجي على شغله بيقبض واللي ما بيجي ما بيقبض. ما ذكروها بالمرسوم، ذكروها بقرار مجلس الوزراء أستاذ إبراهيم. ما ذكروها، لازم تكون في تحديد للمعايير وللشروط. نعم. والمعايير والشروط تكون شفافة كتير وواضحة. شو المطلوب؟ شو المطلوب؟ شو المطلوب؟ يعني أول شغلة يكون قابلة للتطبيق، قابلة للقياس، وما تكون استنسابية بين إدارة وإدارة، وخصوصا ساعة بيقولوا إنه هيدي في أهمية لهالإدارة وهني في أهمية لإدارة تانية، يعني هاي إدارة منتجة وهي إدارة غير منتجة. نعم. نحن اللي عم نقوله إنه هذه المكافأة يجب أن تكون ضمن معاييرها، إذا بدنا نجي على الشغل 21 يوم. نحن ما قلنا لهم انه نحن ما بدنا نجي على الشغل 21 يوم. نحن قلنا لهم بدنا نشتغل كل الشهر كدوام عادي، نحن من هوايه نحن بدنا نرجع على شغلنا لحتى نمارس دوامنا بشكل طبيعي ونقدم الخدمه للمواطن. رجعتنا حتى للاداره هي الى نوعين، اول شغله لمعرفه مكافاه المسابره، والشغله الثانيه لحتى نقدم الخدمه للمواطن اللي قطعنا عنه، ولقينا انه عم يمزح تحت ضغوط اقتصاديه كثير كبيره ولازم يخلص معاملاته المتعلق متوقفه بالاداره، ومشان هيك رجعنا. يعني هودي السببين الاساسيات لرجعتنا. شو كويسين لا للحقيقه يعني خجلتونا الله يقويك، بس كمان نحن رجعنا خجلتونا نحن يعني لما رجعنا ما وصلنا للاضرار، وقفتوا معاملات المواطن صار شهور. نعم الدوله عم تدفعنا دفع للاضرار، نحن منا هي بيت اضرار،
دفعونا دفع وقت ما أمنوا لنا مدى النقل، دفعونا دفع وقت ما أمنوا لنا استشفى، دفعونا دفع وقت اللي زلونا على طرمبيت البنزين، وقت اللي زلونا على الأدوية. كل هالقصص هي اللي دفعتنا أنه نحن نضرب. وقت ما عملوا إصلاح وقت ما عملوا إصلاح للرواتب وضموا كل الزيادات للراتب، نحن طلبنا منهم تصحيح الرواتب والأجور وضم كل الزيادات وفقا لمؤشر الغلاء، يعني ضم هذه الزيادات إلى صلب الراتب وتنعمل الزيادات وفقا لمؤشر الغلاء ومؤشر التضخم اللي صار 46% 46 ضعف حاليا. قديش عطيونا؟ 4 أضعاف 5 أضعاف. برضو نحن تحت خط الفقر وبرضو نحن بعد مو وصلنا لنقدر نستمر بحياتنا. نعم بس معلي أولك بس سؤال، يعني هلأ من بعد ما أخذتوا الزيادات وبدكم تختبروا الدولة شو بدها تعطيكم وما بدكم تعطيكم، أساساً أنتوا قبضتوا هذا الشهر؟ بعد ما قبضنا. يعني ليش تأخر بالقبض؟ يعني ليه عم بيصير في تأخير؟ عم بيقولوا في قطبة مخفية وراء هالتأخير. لا بلش التنين، بلش التنين، بلش التنين. يعني رجعوا موظفين وزارة المالية ومديرية الصرفيات الى العمل يوم الاثنين، ان شاء الله خلال هالاسبوع من هلا ليوم الجمعه هنقبض كلنا سوا رواتبنا. نعم بس رح تضلوا تاخذوا اكراميات؟ نحن ضد الاكراميات. يعني اليوم ما في يعني معامله صارت بدك تروح تدفع تتنجز معاملتك، بس جاوبني هيدي مسؤوليه، هيدي مسؤوليه الدوله. نعم مش نحن دائما نتهم بالفساد، ولكن لا اكراميات عم ياخذوا على عينك تيجي انه اكراميات بعملك المعامله ما بتعطيني. نحن دائما نتهم بالفساد، نحن دائما نتهم بالفساد ونتهم بالإكراميات، نحن ضد هذه الإكراميات وضد هذه الفساد، ولكن هل نحن اللي عملنا الدولة، اللي عملنا على الدولة 100 مليار دولار دين؟ نحن اللي عملنا الهندسات المالية؟ نحن اللي عملنا 40 مليار ليرة لبناني بسبب الطوابع؟ ما هيدي كلها سوا، هذا الفساد بحد ذاته، إذا هناك فساد فليفعل مجلس الخدمة المدنية وديوان المحيطبة والتفتيش المركزي والمجلس الأعلى للتأديب، فلتفعل هذه الأجهزة لحتى تلعب دورة بالقضاء بضمن الإدارة اللبنانية وتمارس دورة وسلطتها وتراقب الموظف ويعطى الموظف حقه للعيش بكرامة. ساعتها بعتقد هذه الأمور تنتفي، وقت بيكون المجلس الأعلى للتأديب والتفتيش المركزي عم يلعب دوره، يتفضلوا يعطوهم دورهم ويرفعوا يد القضاء القضاء يرفعوا يد السلطة السياسية عن الموظف ليقدر يشتغل الموظف. نعم. بحقه بعدم. شكرا لك المهندس ابراهيم نحار عضو الهيئه الاداريه لرابطه موظفي الاداره العامه. شو تعليقك اليوم أول استاذ امين صالح؟ نحن نظلم القطاع العام، نظلم الموظفين الاوادم الاوادم مع الموظفين المرتشين. انا برايي كل موظف بالاداره العامه معروف من يرتشي ومن لا يرتشي. فوقت بدنا نعطي هلا بكره مكافآت ومكافأة مثابرة مش على قصة الحضور، مفروض هذه قصة الحضور تكون منتهية ومحسومة على أساس نزاهة وكفاءة هذا الموظف، هاي المكافآت مفروض تعطى هيك، مش أنا بعرف إنه في موظف مرتشي بدي روح أعطيه مثل الموظف الآدمي واللي عم يشتغل وهودي بعد انعماد الإدارة الموظفين، خلينا نكون صريحين. اثنين، يعني أنا بدي أقول شغلي. أساسا التمييز بين موظفي القطاع العام قائم منذ استقلال لبنان. ليش؟ وهذا ليش وهذا لأنه تبعين وهذا موجود حتى في العالم. نعم. يعني اليوم في سلكين من أسلاك الإدارية والقضائية، عندك القضاء وعندك موظفي وزارة المالية اللي هن مراقبي الضرائب. في كل دول العالم هذين السلكين يتميزون بالعطاءات. ليش؟ للقضاء حتى يكون شبعان ويحكم بالعدل، ولمراقب الضرائب حتى يكون شبعان وما يرتش. نحن معني انا بعطيكي مثلا يعني معلي اذا في كتير مش شبعانين، في كتير شبعانين وبيرتشوا، في كتير مش شبعانين وما بيرتشوا، حاسبهم الدولة ممنوع. نعم. فوت يعني لازم يحسموا كل الناس اللي مكلفين بمهام وهودي خارج القانون، لازم يحسموا كل إنسان بيعرفوه إنه بمد إيده لازم يحاسبوه ويحولوه على القضاء أو على التفتيش المركزي أو لهيئة التأديب. ما فينا نحن نلغي القطاع العام إنه والله في فساد، إيه في فساد وفي رشوة وفي كذا وهني عارفينهم وهني كمان أغلبهم ينتمون إلى السلطة السياسية، فما فينا نيجي نقول. بعدين أنا بدي أقول كمان للأستاذ إبراهيم، يعني من موظفي وزارة المالية، من أنا فت على وزارة المالية كانوا بيعطوهن عائدات.
عائدات نسبة من التحصيلات التي تتم من الدولة. هذه أنا فيت من سنة من لما كانت الدولة اللبنانية. ثم إلن حصة من الغرامات كانت 30% صارت 40% من الغرامات اللي بيفرضوها على المكلفين المخالفين هذه بحكم القانون تيحفزوهن ويشجعوهن. ولكن بالوقت ذاته كان مفروض انه كل موظف بمد ايده او بعرق المعاملة مكلف لازم يقطعوا له ايده او خلاص يقيموه من الوظيفة نهائيا. فكمان لازم نعرف هذا الواقع الموجود في الإدارة ونأخذ بعين الاعتبار. نعم يعني اليوم فإذا وصلنا ل يعني أنا وياك أستاذ أمين صالح إنه لا ارتدادات سلبية لزيادات للقطاع العام على جيب المواطن لأنه حملون الانهيار المالي اللي صار سلسلة الرتب والرواتب اللي صار الانهيار حصل الانهيار بسبب السرقات بقرار متعمد من السلطة السياسية بقرار متعمد. هلأ بيقدروا يرجعوا الدولار لخمسة آلاف ليرة. نعم. كيف جمدوه على 90,000 فين يقولوا لي شو الأسباب؟ يقول لك حاكم مصرف لبنان بالإنابة. إنه ليش ما هو جمد على أيام الحاكم السابق؟ نعم. شيك؟ بس يعني قبل ما فل رياض سلامة كان 89,500 وبعدين هلأ ما عملوا شيء ما نزلوا. أنت شو بيت القصيد يعني اللي بدك تقوله؟ البيت القصيد اللي بدي أقوله نحن بحاجة للمصارحة الناس. نحن بحاجة مش لحتى نعطي الموظفين القطاع العام هلأ زيادات لا تسمن ولا تغني من جوع. هلأ بقلك هاي الزيادات شو حقيقتها؟ نحن بحاجة إلى خطة إنقاذ كاملة. بس في خلط بين حجم الرواتب وملحقاتها الملحوظة في الموازنة العامة وبين حجم الرواتب القطاع العام ككل، مش هيك ولا لا؟ لا ما في خلط؟ ما خليك مهني لا مهني بيخلطوا الناس والخبراء بيخلطوا موظفي القطاع العام. القطاع العام من مين بيتألف؟ من الدولة يعني الوزارات، من المؤسسات العامة، من البلديات، من اتحاد البلديات، من الأشخاص ذوي الصفة العمومية. نحن عم نحكي هون رواتب القطاع الحكومي. لا. الموظفين في الدولة في الوزارات، مساهمات الموازنة في بعض المؤسسات العامة، وبالتالي هذا اللي منعني. أما موظفي المؤسسات العامة فبيأخذوا من موازنات المؤسسات العامة. نعم. موظفي البلديات واتحاد البلديات والبلديات بيأخذوا من موازنة البلديات. ممكن تساهم موازنة الدولة بجزء منها وممكن تعطي سلف خزينة لها المؤسسات. نعم. على الخط مباشرة رح ينضم لنا الخبير المالي اليوم ضيفنا وليد أبو سليمان. أهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان. صباح النور لإلي كل ضيفين. أهلا أستاذ وليد. يعني اليوم ضيفي عم بيقول لا ارتدادات سلبية لزيادات للقطاع العام على سعر الصرف، على جيوب المواطنين، وعلى يعني اليوم الجسم المالي والاقتصادي بهالبلد. شو رأيك؟ هلأ عمليا نحن إذا بدنا نبسط الأمور، الدولة إذا بدها تدفع هالزيادات أما هالرواتب بده يكون عندها مداخيل. اليوم بالطبع هيدا أقروا هذه الزودة اللي هي تقريبا 30 مليون دولار شهريا، وهالزودة أقروا أنه بدها تندفع بالدولار. اليوم نحن في انعدام للشفافية. آخر إذا بدي استند على آخر بيان صدر من المصرف المركزي ب 17 آب أظن 2023 بيقول أنه بالمطلوبات في لدى الدولة اللبنانية بحسابة الدولار الفريش 275 مليون دولار. هيدي إذا عم نحكي من 6-7 أشهر. طيب اليوم نحن قديش الدولة اللبنانية بتملك من حملة صعبة لتقدر تسدد هذه الزودة؟ هذه بالدرجة الأولى. من ثم نحن منشوف أنه المداخيل هي ولا ممكن تكون إلا من الرسوم والضرائب. طيب وقت نحن منلمس أنه في مرافق للدولة اللبنانية اليوم مقفلة وهي مصدر لهالأموال، منها الدوائر العقارية ومنها النافعة ومرافق أخرى، إذن هون في علامة استفهام كبيرة. هل يا ترى بظل هالانكماش من الممكن أنه الدولة اللبنانية تقدر تأمن هذا المبلغ؟ هيدي بالدرجة الأولى. أما بالدرجة الثانية إذا ما قدرت تأمن هذا المبلغ 30 مليون دولار، هل يا ترى مصرف المركزي هو اللي رح يمد
الحكومة بالدولارات، وإذا مد الحكومة بالدولارات هون في حلين، إما بيرجع بياخذ من الاحتياطي الالزامي بالعملات الأجنبية اللي هو أموال المودعين، إما بيرجع بيفلش هالكتلة النقدية اللي امتصة من 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 أواخر أيلول لليوم للسياسة اللي تبعها حاكم مصرف. بده يرد عليك ضيفة استاذ وليد. استاذ وليد أكيد 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 لك استاذ وليد، دائما يعني في خلط نتيجة عدم الإفصاح والشفافية بالمصرف المركزي وبوزارة المالية. هذا العمل هاي الزيادات خليها تكون واضحة وما يحملوا الموظف أي عبء. هاي الزيادات منصوص عليها في الليرة اللبنانية، وهذه اعتماداتها المرسوم تبع الزيادة بيقول تأخذ من الاعتمادات الموجودة بالموازنة، ففي اعتمادين بالموازنة للموظفين في 25,000,337,000,000، هؤلاء محطوطين أساسا للزيادات، وفي احتياط الموازنة 38,000,000,000. خلينا نكون صريحين، هني مش بحاجة لفتح اعتمادات، ولا مثل ما عم بقولوا أنا بدي أدفع بالدولار، ما حدا قال لن يدفعوا بالدولار. هاي واحدة. اثنين، هيدي ميزانية. بس هو اللي عم بيقوله بدك تسمعه عم بيقول شو عم بتقول أستاذ ولي؟ مش أنا اللي عم بقول إنه بدهم يدفعوا بالدولار، هني اللي قالوا. يعني أنا ما بدي يكون ملك أكتر ملوكي أكثر من الملك، هاي بالدرجة الأولى. بالدرجة الثانية أنا ما عم حمل الموظف، أكيد ما عم حمل الموظف، وأكيد اليوم بظل تآكل القدرة الشرائية الموظف ما في يأمن استمرارية، ما في يأمن إذا بدك حياة كريمة. طبعا لا، ما عم بقول إنه ما يدفع، بس شو بدك تقول؟ بس اختصر لنا. إنما أنا اللي عم بقوله اليوم، نحن كان عنا سابقة، وهذه السابقة كانت برنامج تضخمي بامتياز اللي هي سلسلة الرتب والرواتب، وهذا شيء ثابت أنا ما فيني عتم عليه. اليوم اللي عم بقوله إذا ما في مداخيل ما فيهم يدفعوا، ما نضحك على حالنا. ولا أنت تقدر تدخل واردات للخزينة، بداية بدك تكبر حجم الاقتصاد، بدك تدفع بنمو اقتصادي. لتدفع بنمو اقتصادي بده يكون عندك رؤية اقتصادية. ايه معلش، هلا ما ندخل كتير بالتفاصيل. يعني إلى ارتدادات برأيك؟ ضيفي عم بيقول ما إلى ارتدادات. هاي دي هي القصة، ارتدادات على سعر الصرف، ارتدادات على التضخم، على الكتلة النقدية. نعم، أنا حكيت شيء واضح. أنا قلت إذا هالمبلغ موجود لدى مصرف لبنان بحساب ال 36 بالفريش دولار، مثل ما طالع ببيان مصرف المركزي بآب 17 آب 2023، قايل انه مصرح انه لدى الدولة اللبنانية بدمته 275 مليون دولار، بس هيدا من آب. هون نحن منريد نعرف من آب لليوم إذا زادوا نقصه. استاذ وليد، وهيدا انفاق جاري، منه انفاق استثمار. نعم، يعني خلينا نرد على هالكلام. نعم تفضل، عم ننتهي الوقت. عم طلع لك الورقة، هيدي ميزانية المصرف المركزي ب 15/2/2024، يعني من 20 يوم هلا ناطرين الميزانية اللي بدها تطلع ب 31 بنهاية الشباط، بعد ما بعرف إذا طلعوها. هين عم أقول لك حساب القطاع العام 386,418,000,418 وكذا، حسبهم على 89,504,000,000,000 ومئة مليون. الدولة رئيس الحكومة بيقول لدى المصرف المركزي وقت نعملوا إقرار الموازنة إن مليار دولار وإن 100,000,000,000,000 بالليرة اللبنانية. طيب شو أسكم؟ بس بده يعرف المواطن. بده يعرف المواطن إذن حساب الخزينة لدى المصرف المركزي ممتلئ، يساوي تقريبا أكثر من الموازنة العامة للدولة، فهني مش بحاجة ليجيبوا موارد. وهني حسب لجنة المالية، لجنة الفرعية للمال والموازنة، وقت أقرت الموازنة قالوا مطلعين 207,000,000,000,000 ضرائب ورسوم، وهذه ما عملتها وزارة المالية، ما طلعت البيان، مفروض يطلعوا، ما طلعوا 2022 و2023، ما في بيانات عن وزارة المالية بتقول قديش الواردات الحقيقية، وهذا
أنا برأيي هذا تقصير إن لم يكن تضليل. نعم بس بدنا نختم معك أستاذ وليد، شو بدك تقول بالآخر؟ أنا بدي أقول بالآخر ابتديت إنه ما في في انعدام للشفافية بموضوع نشر الأرقام، وأنا بدي أختم إنه هيدا أنفاق جاري، وأهم شيء لما أنفهم غلط أكيد أكيد أنا مع أعطاء الموظف الموظف زودة ويعيش بكرامة، إنما كمان هون نحن بس بدنا ندخل على الإصلاحات، ما فينا ما كمان نحاسب بموضوع الإنتاجية. طيب نحن بنعرف قدي في تخمة بهالقطاع العام، نحن بنعرف قدي في محسوبيات بهالقطاع العام، ليه بده يروح الصالح بظهر المش صالح؟ هيدي هي هيدي هو اللي بدي بدي. نعم شكرا لك. جاري إذا ما في واردات، لو عنا بحسابنا مصاري إذا ما في واردات بيروحوا هالأموال. شكرا لك اليوم ضيفنا أنا بس الخبير المالي وليد أبو سليمان. شو بدك تقول؟ أنا بس بدي أقول شغلة ضوي فيها على الناس، يعني حاجة يربحوا هالموظف جميل. شو بدي أنا يعملوا وجبات ونحاسبوا يروحوا التفتيش المركزي والإدارة وكذا يروحوا. خليكي معي اليوم موظف فئة تاني بالخدمة يعني هو الإدارة العليا أداي زيدوا له 100% زيادة 100% عما كان اللي بيقبضوا بعد موازنة 2022 عظيم. أداش أساسي معاشه بالدولار؟ كان 2786 دولار يقبض بال 2019، أساسي الراتب على 1500، اليوم شو بيقبض؟ بيقبض 23.58%، يعني بيقبض لهم 656 دولار، يعني خسارته 76%. بس مش عم نحكي معلش، ما كل الموظفين حتى بالقطاع العام اللي كانوا يقبضوا 2000 دولار صاروا يقبضوا 500 دولار. معنى ذلك يعني معنى ذلك انه هذه القدرة الشرائية لكل الموظفين في القطاع العام من الفئة الأولى إلى الفئة الثانية إلى المتقاعدين، المتقاعدين قديش حصلوا إن كان بالعسكر أو بالكذا؟ حصلوا على 50%. طيب أنا بدي إجي أسأل سؤال لمين بدك تسأل؟ أنه هلأ متقاعد فئة ثالثة أو متقاعد فئة ثانية قديش حجمه؟ 400 دولار عم يعطوه أو 240 دولار؟ 240 دولار اليوم الاشتراك المتير 100 دولار. لازم يكون في هيكل للقطاع العام، اللي بيشتغل يعطوه حقه واللي ما بيشتغل ما ينعطى حقه. ما لازم فيه تخمة ولا محسوبيات ولا إكراميات ولا فساد ولا رشاوة، هيدا هو المطلوب من الدولة. بس هيك الدولة اللي هي قطبة مخفية بالتعامل مع بعض الدوائر الرسمية المنتجة، يعني كيف تعاملت مع النافعة ومع الدوائر العقارية؟ دولة بهمها أنها تجبي أموال لحتى تعطي موظفين، هيها تجبي. لا بس ما سكرت معلي الدوائر العقارية ده صلا مسكرتهم وما على مقتصرة على مناطق إيه ومناطق لا. النافعة كل شيء عملوا فيها شو؟ أنا بسألك سؤال، لو كان في إدارة بالبلد من قبل الدولة ومن قبل الحكومة نحن وصلنا للإنهيار؟ أكيد لا ما وصلنا. عظيم. فإذا يعني أنت عم تحكي كلام مظبوط وصحيح، ما سوء الإدارة، سوء إدارة القطاع العام، سوء إدارة الأموال العامة، سوء إدارة النقد العام، كل يعني أنا بدي أسألك سؤال، كيف بدك تجي هلأ على الموظف وتقول له تعال على الشغل إذا أنا عندي موازنة للمصرف المركزي من 15/2/2023 لحد هلأ غير صحيحة وعلى مسؤوليتي هذا الكلام؟ كيف يعني أنا بدي إجي هلأ بس إنه على الموظف القطاع وروح اشتغل وافتح له إيه أوكي؟ نحن دفعنا مليارات الدولارات لألفاريس وينيه؟ وين الألفاريس؟ خليني أقوله لي وين الألفاريس؟ بكتيجي يعني أنت بس ما مشايفين بالدولة إلا موظفي القطاع العام والرشاية، هؤلاء الناس هاي الفوائد اللي نحن دفعناها 93% من الدين العام حوالي 88 ألف مليار دولار، هذا الفساد الكبير بالدولة اللبنانية. طيب هل هناك بنود بالموازنة بتسمح للوزارات المعنية بأخذ سلفة تقدر ب 36 تريليون في الأشهر 12 المقبلة؟ يعني كانوا ماشيين سلف، كانوا ماشيين سلف، بيقولوا موازنة صفر عجز صفر ويلا منبلش بالخلاف. سلف الخزينة مخالفة للقانون، نعم. مخالفة للمادة 203 ومخالفة للمادة 204 ومش لازم تعطى. طيب وقت حضرة النائب وقت الحكي وقت نزلوا على مجلس النواب كيف صدقوا على موازنة ما فيها سلف الخزينة؟ ما نعرفين قديش سلف الخزينة، عرفوها؟ ما عارفينا، لأنه هي بتقدم مع قطع الحساب. نعم. تسأليني أنا مدير المحاسبة، نعم. أنا وقت عملت قطع الحساب سنة 2003 آخر قطع عمل أقرب 2005 قدمت بيان بسلفات الخزينة. عم بينقال رواتب القطاع العام أزمة مستمرة والآتي أعظم، ليش عم بينقال هالكلام؟ رواتب القطاع العام هم جزء صغير من الأزمة الكبيرة المستمرة في البلد.
أنا توقعت وبقول لكم بتوقع هذه الأزمة في البلد إن لم تتغير هذه الطبقة السياسية ستستمر على الأقل بعد 25 سنة. نعم، الهيئات تطالب الحكومة بكشف الهيئات الاقتصادية بكشف قيمة التعويضات اللي أقرت للقطاع العام اليوم. العسكريين المتقاعدين وخصوصا المتقاعدين مش قبلانين، ويبدو أنه التصعيد آتي. خلينا نأخذ الاتصال، مين معي؟ طبعا خير مدام. يا هلا، تفضل باختصار الوقت. العجز عليك. العجز بالموازنة مدام، مش شيء عيب يعني يكون في عجز بالموازنة. في شيء اسمه بعلم الاقتصاد اللي هم بيجهلوه السياسيين والنظر عنها، هو اسمه عجز تحفيزي. يعني مثل السعودية، تخيل السعودية عاملة موازنة فيها عجز، هذا اسمه عجز تحفيزي لتحفيز الاقتصاد. ليه مستحيين عنا يحطوا، ليش مستحيين يقولوا في عجز؟ عملوا لنا صفر عجز. لا مدام، هيدا كله ضحك على الدول، وإن هم يبقى عاملين إنجاز مدام. نحن مصروف بلبنان من التسعينات لهلا، من الحرب الأهلية لهلا، فوق ال 200 مليار دولار. يعني بدك تتخيل انه اكثر من دبي صارفين على لبنان استثمارات وشراء عقارات وشراء زفت وما زفت وهيدا، وما في شيء منه. وينه؟ مش موجودين. بعده في جوار، وبعده في فساد، وبعده في هذا، وصارفين على المكنه والكمبيوترات، خير الله صارفين، ومش موجود ولا موظف بيعرف يشتغل على الكمبيوتر غير بيستعينوا بشركات خاصة محسوبين على الأحزاب السياسية. بس تصحيحا لمعلوماتك وضيع عن لساني، صرفنا لغاية 2019 صرفنا 238 مليار دولار وما عندنا كهرباء. هاي بس لل 2019. هلا ما بدنا نحسب هلا هو السنوات بنكون، ومنهم المتوسط 38% على فوائد الدين العام. 38% على فوائد الدين العام. شكرا لك. 33% على رواتب القطاع العام. طب هلا المتقاعدين مش راضيين، يعني رح نصير مش المتقاعد. انا متقاعد. انا هلا مع زياده كل سواء داي بقبض. ليش تقبض؟ 240 دولار. انا بدي اسالك سؤال. المولد الدين الفاتوره. ايه؟ انا بسالك سؤال، عندي مصروفات مي وكهرباء وتليفونات لمكتب ولبيتي، عندي 2880 2500 دولار. كل معاشي بس من التقاعد، يعني شو بدي فاتورة المولد 2880، يعني انا بدي اعيش من الدولة 380 دولار بالسنة. هذا المتقاعدين كان عسكر ولا كان قطاع عام ولا كان، طيب يا خي بيسألوا هذا المتقاعد بعده عم يرتشي؟ هذا فاسد؟ لا بدك، ما هذا استهلك عمره هو بخدمة الدولة. نعم. هو بخدمة الدولة. شو بتكافئه؟ بتعطيه انت اذا بتشوف الجداول، شوف العسكر الرتب الصغيرة حتى الرتب الكبيرة، يعني قديش عم يعطوه؟ 600 دولار 614 دولار. لا نفهم غلط نحن، انه احنا انا مع القطاع العام ومع الزودات مثل ما لازم، مع انه العيش الموظف بكرامته، مع انه يعني لازم يكون يعني التطبيب الطب مجانا، يفوت على المستشفى ما يدفع. بس القصة ما فيها نحن ما بدنا ناس ما تجي على الشغل وتقبض، يعني يحاسبوه، هيدا يحاسبوه. عنا التفتيش، مش هيك تفتيش المدونات. انا بدي اسالك سؤال. نعم. مين اللي ما بيجي على الوظيفه؟ زلمه الزعيم بيسترجوا قيموه؟ الادمي عم بيروح على الوظيفه، بس زلمه الزعيم ما عم بيروح على الوظيفه. وقت بيكون معه سيرتيفيكا او معه شهاده ثانويه وبعينوه بفئه ثالثه بقرار من وزير، مين اللي مخرب الاداره؟ سياسيين. نعم. عظيم. هلا القطاع الخاص عم بيطالب بزودة 700 دولار. بعدين بدي اسالك سؤال، انه معقول بعد الحد الادنى بالقطاع العام 675 الف؟ هلا عم بيطالبوا يصير 20 مليون، بس الهيئات يبدو انه بخيم مش عم اقول لك ست نوال. هذه الحلول الجزئية والمجتزئة تؤدي إلى تفاقم الأزمات. نحن بحاجة إلى حل كامل يبدا. ايه بس احنا عم نحكي عن القطاع الخاص، انه يعني رفع معاشاته هيدا بالقانون بيقبض، بس رفعت يعني ما في مؤسسه بعدها بتعطي هيك معاش بالقطاع الخاص تقريبا عم نحكي، بس لازم يكون بالقانون يعني يتعدل هالشيء. وين لجنه المؤشر، وزير العمل، الهيئه الاقتصاديه، الاتحاد العمالي العام عم بيطالبوا لنشوف ايمتى بده ينوضع على السكه الصحيحه. لهون يعني بتخلص حلقتنا اليوم مع المدير السابق للمحاسبة العامة بوزارة المالية أمين صالح، اللي بيقول اطمنوا
ما راح يرتفع سعر صرف الدولار ولا راح تتضخم الكتلة النقدية اليوم ولا راح يتدخل حاكم مصرف لبنان بالسوق، انه كلهم موجودين اليوم بالاعتمادات بالموازنة مع شيت الرواتب الاعتمادات تسببوا لك للطلب ولا هم الذين تسببوا عامدين متعمدين بانهيار سعر الصرف ليغطوا انا بقول لك الدين العام والسرقات التي تمت في المال. نقطة على السطر. ونقطة على السطر. شكرا لك استاذ امين صالح، شكرا لكل الاصدقاء المستمعين والمشاهدين، الى اللقاء بكره مع حلقة جديدة.